أنا ماجدة، أنا الأخت العودة، متزوجة وعندي عيال جيكوب وجانا، وهم كل حياتي. أحب الحياة الصحية وأمارس الرياضة طبعاً، إذا خواتي الميانين يعطوني فرصة حتى أتنفس فيها. أنا فاطمة، مو يعني أنا مو أكبر واحدة في البيت إنهم بتم ساكتة، عندي وايد أشياء أقولها. أنا أحب الموضة، أحب أغير في شكلي وايد. أنا مو بستقر الحين، عندي وايد أشياء أسويها في حياتي، كفاية عندي بيبي. أنا أسماء، أختي المسالمة، أخواتي دائما يشوفونها كهادية بس بفاجئهم. أنا شيماء، عمري 17 وفي آخر سنة في المدرسة وبفتح. أنا وملاك وايد كلوز. أنا ملاك، أنا الأخت الصغيرة. شيماء is not only my sister, she's my best friend because she totally understands me. Nice to have you back, Habibi. It's good to be back. It was really draining. Just a lot of information. Wow. وأخيراً وصل زوجي. أهلاً وسهلاً. تعال حبيبي، عندي لك وايد أسئلة. Look, I told you it was busy, right? There was meetings throughout the day that I had. There was some coursework stuff at night, working groups. What do you look at me like that for? No, nothing. Wow, it was amazing. So it was so important for you to go to Dubai and do this, right? Now you're just patronizing me. No, I'm just asking. Matthew, أنا شفت زميلك من الشغل وقال لي إن رحلة دبي مو بضرورية. And you're taking his word for that. Over mine. I don't even know who you spoke to, because I work with many people. But I'll tell you one thing. Is that the people I work with, they don't know what I'm doing, okay? Obviously. I'm not working with them, they're working for me. Majda, I talked to you on the computer, I told you exactly what was going on. Tell me the truth. What do you mean the truth? I've just told you the truth. No, I want the truth. I want to know. Is there another woman? قولي الحين ماثيو، شلون شكلها؟ طويلة، قصيرة، أحلى مني، سمرة، شقرة؟ قولي لا، قولي جميلة، تحبها؟ Tell me everything, please خبرني. I was down there for a course and I was down there for meetings. That's it. There is no other woman. Why are you being like this? Why? You know, ever since the whole non-pregnancy, you've just been different. Always just getting on my case, always questioning me. I don't deserve this. Well, I mean, honestly, what's going on? عقب اللي سويته فيني يوم رحت دبي ولا حتى تتصل فيني تشيل التليفون ترد على مسجاتي. أنا مو بذنبي إذا فكرت هاللون. Well, you know what? Think about it because I need some fresh air. This is ridiculous. Yeah? طبعاً وتمشي عني عقب ما أنا استجوبت وسويت تحقيق معاك عشان أطلع الحقيقة، بس ما علي، أنا بكتشف زيادة بعد. Come baby, why what's got going? أنت حط زيت في شعري. Oh my god, I love this cream. I love their hair loss collection. أحب أستخدم مستحضرات سان سيلك لأنه وايد يفيد شعري. تعرفين إن ماثيو رد من دبي؟ إيه أنا أحس إن ماثيو متغير، ما تحسي إنه ما أعرف هالحركة تنرفزني إنه إيه إذا أحد يتصل وما يرد وما أدري شنو؟ عارفة أحس يعني إنه it's annoying فأحس إنه متغير، لأنه من قبل إذا سافر خصوصا إذا بسافر حق بزنس دايماً يرد على التليفون. حركات ماثيو وايد تضايق، يعني من حقها موجة عصب. بس يا تبين بعد يعني موجة مسكينة، ف توقعين المفروض نقول لها عن اللي احنا قاعدين نسويه؟ اسماء، لا تبين طارية حق ماجدة،
ما بيها تستحمق. I don't recommend this. أنا أقول أحسن إن we keep this إن بيني وبينك يعني و... وإحنا ما قاعدين نتكلم على أي أحد. الله ما قاعدين يبطاري هالشيء. This is what I يعني أحسن شيء نسويه لأن I don't want أي أحد يعني حد الحين يدري أي شيء you know. الحين لازم نشوف وضع البزنس بالضبط، لازم نشوف مواقع، لازم نشوف منتجات. هلو السلام معي مستر محمد، شلونك؟ وياك فاطمة. أنا واختنا بن we open a shop ونبي نعرف إذا عندك اللوكيشن اللي في الجريدة هني مكتوب في لوكيشن، نبي نعرف إذا هاي اللوكيشن الحين available. هذه أول مرة أسوي هالشغلة وأنا ما أعرف شنو أبتدي في هالشغلة، لأن ماجي كانت ويانا كانت أخذ كامل الأدوار مو مخليتنا نسوي أي شيء. أصلاً هاي فكرتنا وقلنا إحنا ما بنقول حق أحد، ليش إحنا أنتي مترددة؟ مسكينة زعلانة ويمكن هذه شيء في. لو هي مسكينة زعلانة إذا أنتي بتقولين لها I'm opening a business ويا فاطمة. أعرف. يعني she'll become happy. لا. أسماء لا تضعفين، خلينا على الخطة مالتنا وما نحتاج ماجدة anymore. Okay anyways أقل إحنا we got something sorted out الحين حق اليوم، وإذا ما عجبنا we call somebody else. هاي بقى. Thank you. انزين بيبي يلا تعالي. بيبي. كم بيبي. مامي. كم بيبي. فاطمة وايد قاعدة تنجز وأنا أحب هالشيء. تطورات يا فاطمة. كالعادة خواتي متأخرين. هلا وسهلا. هلا السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ وعليكم السلام. جود. كنا في البيت. المكان زحمة. ايش كنتوا تسوون؟ ما كنا نسوي شيء، كنا نمشي واحنا وين هنا يعني. بس جيتوا سيدة من البيت ولا كنتوا محل ثاني؟ كنا في البيت. نسينا نفكر في كذبة قبل ما نروح بيت ماجدة. طلع هاي اللي في السوبر ماركت اللي شفته مو بنفس مستوى رايلي، ما يعرف شنو المدراء يسوون وراذر، فما كان يدري. طلع هذي بس كان يخربط كلامه، وانا رحت توهمت في راسي انه في شيء وما اعرف شنو. كل هالشيء عن اوادم يو نقول اشياء they're not 100% sure. I hate this. معلومة واحدة مو بصح تقدر تخرب بيت بكبره. واحد لازم يكون متأكد في هالسوالف. هو قال لي ان انت كل ما تخيله في عين يعني في بقى هاي يقول وهاي من اللي حكيت اكيد بقولك عن شيء بس لازم تشوف اثبات انه ممكن يسوي شيء. فاطمه سكتي. الرجال كذي كذاك يدفعون عن روحهم، بس احنا لازم نتاكد انه هالشيء صدق. باي ذا واي ايش اخبار الكوك بوك؟ قاعد اشتغل عليه. وايد زين الحمد لله. That's really nice. Yeah, we support you 100% Majda. وان شاء الله تركزين على your cookbook وتاخذين وقتك في الكوكبوك. إذا تبين زيدين ريسيبيز تبين تسوين أكثر من إديشن. في شيء مع خواتي صدق إنهم قاعدين يدعموني بس كلش زيادة عن اللزوم. الحمد لله. Thank you God إن عندي خوات نفسكم تشجعوني أسوي شيء مفيد في حياتي على الأقل. الحمد لله. أحسن بعد يعني لنا تشجعينا في يعني أشياء إن شاء الله في الفيوتشر يصير. أكيد طبعاً. طبعا ندعمك يا ماجدة، بس بعد انت لازم تدعمينا في المستقبل احسن. تعرفين يقولون كل تأثيرة فيها خيرة. إيه؟ هذه خلاص يمكن هاللون في the family business is much better هاللون. اكزاكتلي ماجدة. بالعكس كنت تبي تسوي لك second edition سوي لك second edition. كل تأخيرة فيها خيرة. والله على نياتك يا ماجدة. إذا سويتي فاملي بيزنس خصوصا عقب اللي قال لنا ريال في دبي إن ياخذ سنتين لما واحد يقوم يرجع راس ماله وما أعرف شنو، وهاي معناته لازم نشتغل شغل غير طبيعي. وأنا الحين مالي بارض الشغل هاللون. أنا لي بارض أنا أسوي أحسن البزنس العائلي يتأخر شوية، يبي له تركيز. وإحنا حالتنا الحين مو بحالة تركيز، حدنا متخربطين خصوصا الأشياء اللي قاعد أمر فيها. يلا. I don't know how to do this. I'm so bad. This is what I mean by funny exercises. I don't think this is exercise. No, it is. For like hours, isn't it? Okay. ملاك شنو التمرينات
أكيد ما بنضعت كذي. It's like I'm playing by myself. Did you notice that now Asma and Fatma are close? Like they're always with each other now? Yeah, I know. It's like they're hiding something. They're like so. Did I break that? They're so weird. It's like now they're BFFs. Every time I see them, they're together in the morning. I wake up, I sleep. Every time I see them, they're together. Even today, they went out together. Fatma is hanging out with Asma all the time. I need to know what's happening. I think Fatma will make herself look like a doll. Like, you know, those plastic surgeries. Ew. No, I will not make her look like a doll. Woo! I can't wait to see Fatma after surgery. Balak, this is the most boring thing ever. Okay, what do you want to do? Play hide and seek? Yeah. Go hide, yalla. Yalla. Close your eyes. One, two. Okay, let's have fun playing hide and seek. I see it from here. وايد سهل اغلب ملاك باي لعبه نلعبها. الحمد لله اللي صار اليوم. اوكي سجلنا هو ايه بس تعرفين ذا فاكت ان رحنا شيكنا مكونز ذا فيرست ستيب تعرفين؟ انا مستانسه الحين، انا واسماء قاعدين نمشي بالخطوات الصحيحه. تعرفين المكان اللي احس انه لازم نرجع له؟ تذكرين المكان اللي كنا بناخذه؟ لما كانت ماجده معنا وماجده قالت له والحين نعطيك نبيع؟ ميبي لازم احنا يمكن لازم نرد ونشوف شو السالفه. ان شاء الله عاد نحط خبر. محل حلو خلينا نكلمه ونشوف اذا بنروح نقدر نروح لهم باكر. للحين قاعد احس بالذنب تجاه ماجده. بس هي اللي ابتدت هالشيء. يعني احنا ما سوينا هالشيء لان هي خلتنا نسوي هالشيء فيها. احنا نسوي هالبزنس لان بس احنا بس تعرفين شنو عم تشوفي I'm looking at benefits. انا قاعد اشوف benefits الحين بس احنا قاعد نكمل اللي احنا وقفنا. لما كنا مع ماجده ما كنا نوصل اي مكان كان كل شيء بطيء بس الحين كل شيء سريع. قاعد افكر اول شيء بتعرفين انا اسوي خلطات كريمات وهالاشياء بعد I want to give this to people تعرفين انا بعد بسوي نوع من هذه حق البادي لحد اني عملت all natural. Amazing. أنت تسوينه ولا you buy it؟ أنا أسوي. شو معلمتني؟ It's amazing والله. سلسك عندهم يوتيوب. It's called Silk Style Studio. بتشارك إنزين. Okay. It's really amazing. وبعد نفس الوقت you can يعني تعلمي عن شعرك عن كذا شيء يعني هما they tip you. شيء سريع ترى. وايد تعجبني طريقة فاطمة في البزنس. حدي متحمسة أكثر من الأول. Matt. Yeah. What about this one? Nada. Yes. I just want to tell you that I've been thinking. I'm talking to Mama. Tali, habibti. Where are you going? You want to play with the Play-Doh? I'm really, really sorry that I was just so crazy and so insecure. And it's not worth what I did and my behavior, what it did to our relationship. آسف حبيبي أنا أدري أنت ما قاعد تفهمني أنا وايد متفشلة إن خليتك تفكر هالشيء بس أنت شنو تتوقع عقب كل اللي صار فيني؟ جينا come here I got this for mama will you give this to mama for daddy can you give this to mama give it to mama حبيبي thank you you're welcome you want to open it okay you help mama open it هدية شكور حبيبي يلا جينا فتحي لنا Where did you want to do what? Mama? So nice. I love it. Thank you. No, you want to look at it? You just look. It's nice, Jenna. Mommy now. Thank you. I'm sorry. Family hug? Yeah. Come here. I know we're missing Jacob, but come here. Oh, I love you. أحلى شيء في الدنيا لما العائلة تضم بعضها شعور ما أقدر أوصفه. I love you, I love you, I love you. I love you too, baby. Yeah.
I love both of you. I would never ever doubt you again. I'm so sorry that I would even think in a million years you would be unfaithful. I know you're like a loyal husband and there are very few men that are like you. And I'm very lucky. Alhamdulillah. I'm lucky too. أنا وايد مستانسة الحين. يا رب كل أوقاتنا كذي. Uh-oh, where's Jenna? Jenna? Where's Jenna? Jenna, where are Jenna? You? Jenna? Jenna? If you've got long hair, then you're lucky. To begin with, I'm just going to quickly clip it like... I love her tan, so... I like her hair color. Oh my god, that's amazing. I love her tan. Do you see her tan, Shlon? Yeah. Mashallah, yani. Brush, your comb, and teeth. Fatma, قاعدة أطالع فيديوز من ستايل ستوديو وبس تبي تكون مكان ليلي. You want to see him like style? Yeah. You watch her other videos. بيكون حلو هذا فاطمة فعلاً. Back to school hairstyles. يعني. Come. Hey, I know my chin. I'm so excited. Who's excited? شيماء يمكن تكون موظفة زينة في المحل. I think so. You would shoot if you watch her like a high. Her bun videos. There's the messy bun, glamorous bun. But then I don't have يعني a very nice structure. يعني بين ما هي أمتن. I have bun. What do you want? I have to be messy bun. It's wide, أسرع وأسهل من ال يعني neat bun. حتى يخلون سبان not necessary huh? Sometimes it takes longer. والله احتمال الحين نفكر عن شيء ما تي معنا المحل ما كنت أدري وايد عارف عن هالشيء عن الشعر يعني my roots so weak أي سحبة أي مشط يعني مشط شعري أحس كله قاعد يطيح أحس so damaged. Okay wait I have actually something for you. I'll go get it. You look at ashes it's long. I'll go get you something to help you. You be great at your ashes. شنو بتروح؟ شكلها تعرف يعني عندها بيت سوكات يعني حقني تعطيني معلومات. متفاجئة من شيء ما صارت وايد مهتمة بأمور الشعر. لا I have one like that. Come. I like. أنا عندي شنو هاي؟ أشوف شنو هاي؟ عندنا الكريم سيرامي كريم. It's the sun silk. Careful. It's like a leave-in cream. Yeah? You put directly to your roots. Oh, no, and that's that. For hair fall. It's not really like the ends, the damaged part. It's good in the scalp. So you need to treat your scalp first. حاسة حالي صرت مستشارة الشعر بين خواتي. الكل يسألني عن شعره. That's nice having you back. Business without Majda. الحين وقت التحقيق الخاص مالي أنا. I love the view. I love the album. Why are we going back to that? Anywhere. أنا أحس إن ماثيو متغير. فاطمة وايد قاعدة تنجد وأنا أحب هالشيء. Thank you God إن عندي خوات نفس كام. I'd never ever doubt you again. I'm so sorry. أنا وأسماء قاعدين نمشي بالخطوات الصحيحة. God, يعني بقول لك شيء تخيلي oh my god oh my god okay شوفي مو بس إنك نسوي شيء برا نقص نسوي شيء برا بعد إيه بس لازم نغير الوضع المكان اللي لقيناه وايد حلو وممتاز حق البزنس نقص نسوي كراسي نحط كراسي هني حتى إذا أحد بيشرب كوفي حتى إذا أحد بيشرب ماء لو ريلاكس لو جو حلو بعد هني كذي قاعد بس أنا ماين. قبل ما نبطل المحل ولا أي شيء، أو it's so amazing. تعرفين شنو؟ أحس كل عوائل. تعرفين أحس إنه بيكون جو so much. الحين مو زحمة. أحسن شيء إنه وأحلى شيء إنه تذكرين قبل ما يجي مع ماجدة، شو ماجدة قالت لا this is not the place. I don't feel it. وهاي وإحنا قلنا وإحنا كنا يعني we wanted this. Exactly. الموقع لازم تعديلات بسيطة بس it's amazing.
شو سالفتي فايف في الجروب؟ شعرتني ما عندي وقت حق مشاكل. Yes. Okay. This place is amazing. I love it. I love the lift. I love the view. I love the outdoor. Okay. You know, when I want a shop, I want it to feel like home. مستانسة وايد. وأخيراً هالموضوع قاعد يصير صج. I think it's fun. بالعكس أحس هني it's perfect حق your nails. يعني نخلي تحت services وحق extensions يكون صالون وكل شيء. وفوق يكون products. وفوق يكون products. ونقدر نشوف اللي نقدر نسوي. أحب المكان. أحس المكان شوي يشرح النفس. You know. It's amazing. This is the one tapping. المكان اللي لقيناه نقدر نوصفه بالمثالي. Okay. So you can send us an email with the quotation. I want to know the price and can you rent it monthly or can you buy it? Or you can buy. You can. We can lease you out also for a minimum 1 year lease is required. Okay. 1 year. So we can't have it for 6 months. Later on, we can renew it. 6 months we are not leasing. Oh my God! Thank you so much. You made my life so much easier. This is, you know, I think that you really your dream. Project. Inshallah, inshallah. يعني شوفي الحين I own this. I own this. I own everything. تعرفين شنو الإحساس اللي تحسين إنه you own a place. تعرفين يمكن ماجي يمكن أمي they can feel this بس إنه تعرفين it's weird for me. أحس إنه oh my god يعني تعرفين هاي like belongs to me. تعرفين أحس I can throw parties. أقدر أسوي section حق بيبي. فاطمة خلي بيبي بعيد عن الموضوع. We did it. Yes. وحين راح يبتدي الشغل. Oh, thanks. Oh, it just feels so good to have you back. Good to be back. Alhamdulillah, I'm so happy. I'm so happy we've gone through all the drama. So now we can just focus on our relationship and to get better and stronger together and. It's good. I really feel like super full of energy and happy today. Good. I'm happy doing the cookbook, but I feel guilty about my sister, so. Why do you feel guilty? It's because we were supposed to do the family business together, and it's not happening. Maybe it's not happening. حسب الذنب تجاه خواتي. أنا هملتهم صراحة. أنا اللي قلت لهم الفكرة عن البزنس. هديتهم في حالهم. But they're waiting on me. They can't I'm do anything sure they can without do something me. Else in the meantime. Maybe not necessarily with the business itself, but I'm sure they've got other things yeah. they can do. Obviously, in the back of the head, they know that you're going to come along and help them out because you're the one who knows what you're doing. And thank God, you know, alhamdulillah, I have such a good family, and my sister is like, they support me. That's why they. That's good. And they respect me. That's why they're waiting for me to do the business with them. You know. أنا صدق انشغلت عن خواتي. عندي الحين أولويات في حياتي أهم لازم أركز عليها فمساكن خواتي لازم ينطرون دورهم. I mean in Dubai I missed you guys a lot and I think I'd really like to go out and grab some stuff and prepare you dinner. تبي تطبخ لي حبيبي؟ الله من زمان ما طبخت لي أنا وايد مستانسة. So you're doing Sudoku? Yeah I am. Well I was. I got one so far. This one's kind of a hard one though. We'll see. It's nice having you back. خلاص أنا تمللت من المشاكل والتوتر والتفكير ودي كل شيء يرجع مثل الأول ونمضي في الحياة مستانسين. بس أوكي خلصنا أول خطوة الحين. بقى الديكور. We need the best. والبرودكتس. أنا شوف أنا بسوي ميتينج. أنا بسوي ميتينج وبشوف شنو بالضبط إحنا بنسوي وشنو نحتاج هاي كلها بس I'm so excited. Oh my god. أنا بعد أخيرا عندنا محل. صار عندنا المحل. شنو يعني هالكلام؟ إحنا we don't accomplish يعني وايد إذا هي تكون ويانا في السالفة. مستحيل تعرفي مواجدة يعني. الحمد لله عندنا بزنس بدونها. الحمد لله. بزنس without ماجدة. You're in big trouble. Shana? Continue. Don't want to have Walter, huh? Is she gonna bite me? No. Continue conversation. Okay. Really? Can I help you a bit? Okay. I started something. I'm gonna finish. Eh, but على شيء جديد.
على شيء انا وفاطمة اتفقنا احنا بنسوي بزنس together. Exactly. واو احي yes we're so close partners كل شيء but baby's wanting to tell ماجدة. انا بقول لك ليش الحين you don't think both. she deserves to know at least انا بقول لكم ليش بس اثنيناتكم ليش ما تقولون حق ماجدة؟ انا مو خايفة من ماجدة وبالعكس انا ما عندي شيء اخشه بس انا ما ابي اي احد يتكلم الحين. That you're acting like a 5-year-old, you're not even telling her ولا شيء. انتي ممكن تسمعيني؟ It's like, it's for me, it's about respect. سمعي بتعرفين ليش؟ اي رسبكت اي خرابيط. فاطمة, اذا انتي مو خايفة من ماجدة, قولي لها انزين. انتي ليش ما تدافعين عنها وايد اول؟ I'm not defending her. اول, you know what, كيف ايش كنتو whoever, it's about whoever. Not even ماجدة, حتى like someone else. I would still say the same thing. لا, هو شو ليش جاهل؟ لا, بس احسش وايد you're in her side. اي لازم اقول ليش ما تقولون لها؟ انا ما بقول ايش حق ماجدة. بس يا رب ما تسألني لأنه ما أعرف أتشذب. أوكي في شيء كنت بقول لك إن أنا كلمت أم نور. أوكي this is why you should love me more because I'm gonna be everybody's favorite sister. زين إن شنو إن أم نور عندها بيسوون معرض في مبلي أونو إن معرض تعبير إن حق بحريني تالنت في الأرت وأشياء كذي يعني. فسويت ميتينج أنت تقولين بريبي؟ I don't bribe. I bribe with cha-ching. أوكي مو بالأشياء. Fatma is seriously trying to bribe me with this event planner job. La tafin. Ma bqul ay shi hak Majda. Fa antu thnayatkom bitskutun, sah? Ma bqul wala shay, it's not up to me, it's up to you. Bizat. Thank you. Antu Malak. Sorry, I can't lie to Majda if she asked me. Goodness, I have so much clothes that I don't think I'm ever gonna wear again. I just need to get rid of it all. Well, yeah. Well, not all of them, but I mean, you're buying so much online. I know. And then as you get them, you need to be getting rid of older stuff that you're not gonna use anymore. I mean, I don't even care if you just give it away. Just, we need to make some money. Haven't you noticed that I'm so much better though? The online shopping, it's an addiction. It will slowly get better on its own. But I'm trying. Yeah. Mm-hmm. You need to do the same thing with your shoes. Mm-hmm. I have things that, you know, I just wore once or twice and I'm never going to wear again. It's just not my style anymore. Get another cup of coffee. I'll be right back. Riley thinks that I'm going to buy a lot of clothes. But in the end, I'm going to wear it. Nat! Yeah? Your tan jacket. Didn't you take this to Dubai with you? Yeah. You forgot to take it to the laundry. Oh shoot. Can you handle that for me? Mm-hmm. أنا قاعدة أرتب ثياب رايلي. أشوف جاكيت نساه ما وده اللاندري. أفتش فيه أنظف المخابي أشوف فواتير مطاعم من دبي. Yeah, I meant to do the I meant to take a look at my shirts, but I didn't get a chance. I'll take care of it. Don't worry, honey. Okay, all right. Well, I'm gonna head out to grab some groceries for the dinner. Okay. Mm-hmm. I won't be long. Okay. Yeah, Bye, I'll buddy. Take care of it. Don't worry. Okay. Thanks. ما أبي ريلي يحس ويعرف أن أنا أعرف شيء. حين وقت التحقيق الخاص مالي أنا. Wow, it's very very nice. I'm impressed. Well, it wasn't exactly what I had in mind, but. Nicer than what I would have done. But well, really took you a long time. Well, I didn't do this, obviously. I wanted to cook you something nice. But, I know. You were gone forever. زوجي ماثيو محضر لي عشاء. واو. شموع. أكل. ورد. حركات. شنو تبي تقول لي؟ So, What did you get up to when you were in Dubai? I'm just curious.
Not a lot. I was busy. Mm-hmm. Busy during the day, busy at night. What did you do? Most of the time I was just doing takeout in the room. You never got a chance to go out to any of the restaurants? No. Zero. I ate in my room. Not even once. Why, Majda? I know Dubai has a lot of very nice restaurants. When I was there with my sisters, we ate out all the time and... Go back. What did you just say? You were there with your sisters, right? Yeah. Wasn't it nice to go and eat some with somebody? Yes. I was solo. How about you're asking me a million questions about things that I've already told you about. And you keep quizzing me and quizzing me and quizzing me. Why? What do you know that I don't? شفت الفواتير. أعرف أنك ما كليت بس في حجتك بروحك. And you only ordered room service. You Why never are we going back ate to that? Anywhere. I'm not even going to answer that again. I've given you the answer at you least two or three times. You didn't accidentally bump into your friends or something while you were there. Maybe you forgot you went out with them. So the whole week you didn't do anything but work. مالي نفس أكل. لين ما اكتشف الحقيقة. أرجوك حبيبي. بس قول لي صدق عشان أقدر أرتاح ونرتاح اثنيناتنا. We're happy you're here. Me and the kids missed you. I missed you guys as well. Good. They're still young. I don't think, I mean, hopefully they weren't expecting something, but I think what they were expecting was me, and they got me, and I'm happy to be home. عيالي أكيد يحبون أمهم وأبوهم ويحبوننا نكون ويا بعض. فأنا بعد ما أبي أسوي شيء وايد عود إذا أنا شاكة وقاعدة أتوهم من روحي. تعالي وايد حت وأنا صراحة هنا يستانسك. أحس الحين صدق ابتدينا. You're working late tonight. I have to be more clear to ماجدة. لا تعرين راسي بسوالف ماجدة. أنا من المرة تروح مع الرجال متزوج. مو بأناسة واحد يروح يتجسس. خلنا ناخذ صورة نوي ماجدة دقيقة. سكشن حق بيبي. I feel guilty about my sisters. تبي تطبخ يا حبيبي؟ أخيرا عندنا محل. أنا ما بقول إيش حق ماجدة. You forgot to take her to the laundry. What did you get up to when you were in Dubai? شفت الفواتير. خلاص البزنس احنا بنسويه بروحنا انا واسماء لازم نروح نشيك على التفاصيل هلا ايه بس انا في ناس ما لهم برا هاي هاي هاو ار يو جيتوا على الموعد اهلا وسهلا فيكم بنزيه احنا لازم نسال كل الاسئله اللي في بالنا لان احنا بعد رحنا احسن مكان في البحرين كمان عندنا تريننج سنتر نحن نعطي تريننج طبعا ما شاء الله زين عيل اذا للجل والشلاك والستايلات الجديده كل شيء انا وايد مرتاحه واثقه من نفسي خصوصا لان هالشركه عندها كل شيء اللي نحتاجه سبيشلي فور هير وهي اختصاصي احنا بنبدي كسمول بروجكت وشنو تنصحنا ناخذ كل شيء منه سمول كوانتيتيز ولا ناخذ بيج كوانتيتيز هلا طبعا اي وونت يور اكسبيرينس ان بالضبط شنو لازم اخذ حق البزنس بالبدايه لا بالبدايه ما فيك تاخذي كميات كبيره يعني ولا بتكوني عم تضري حالك بدك تاخذي كميات لتمشي لك الصالون بوقت لمده شهرين او ثلاثه طبعا لانه التيرن اوفر بيكون كثير قليل اول بالبدايه ما بيكون عندك كثير كاستمرز احس الحين صدق ابتدينا ويتش ما تشوفينا طبعا وصلنا هون للهير درايرز والستريتنرز ايه؟ طبعا لازم يكونوا بكل صالون هذا ما فيك بصالون بدون هير دراير وستريتنر اي لازم الحلو بهذه الشركه ان عندها كامل مستحضرات التجميل مو بس كذي عندهم كل المشينز اللي احتمال بنحتاجهم في المحل يعني بعد كذي بيقدروا يعطونا بيتر اوفر طبعا هون الطابق الثاني اللي حكينا لكم عنه فيه الكراسي والمغاسل وكل شيء خاصه بالفرنتشر تبع الصالون ايه او ماي جاد شوفوا هون فكرتي وفكرة أسماء سهل إنه يجتمع both of our businesses together في بزنس واحد. ماكس هاي هاي. فرايت كبيرة أكيد وإضافة إنه عنا نحنا كتالوجات. طبعاً. أعطيكم الكتالوجات وتفوتوا على السايت nazeed.com بتنقوا كل اللي بدكم إياه كمان. حلم أي بنت وهذا حلم صار قريب وإن شاء الله نفتح المحل بدون أول راس. أحس إن we have to be I have to be more clear to ماجدة وأقول لها شنو قاعد يصير بالضبط. ما حرام لأن حرام أحس تعرفين اللي قاعد يصير فيها في زواجها يعني أحس هي في مكان nothing قاعد يصير في زواجها ليش أنتي تحسين في شيء قاعد يصير في زواجها أسماء لا تعرين راسي بسوالف ماجدة يعني هي اختارت طريق وإحنا بنختار طريق تبين نسوي شيء شنو oh my god أسماء تقولين حق أي أحد يعني بيني وبينك ما تقولين حق أي أحد شنو حق الحين يعني تبين نقول نروح نشيك على ماثيو نشوف إيش قاعد يسوي اليوم بالنسبة لموضوع ماثيو احنا لازم نتجسس عليه علشان نتأكد من الموضوع
So what are you looking through? Just these different cookbooks and magazines and stuff, and looking how they put together their recipes and how they got the pictures, the proportion of the picture to the recipe, so I know what to do for my cookbook, and trying to see how they got publishers, and so I can get a publisher and all stuff, well, stuff like that. Publishers can be pretty hard to find from a. قاعدة أرتب وخطط لكتابي أنا كتاب الطبخ ولازم أنا أدور طريقة للنشر لأن النشر في الموقع الإلكتروني مو بكفاية. So what's up with your sister lately, Shema? Man, Shema. Yeah, yeah, with the whole vet thing. How's that going? Yeah, she's at the vet right now. Like she's doing really, really well. I sent her a message, and you know, I know she's gonna do good. I know she's gonna like it. She wants to do event management. I don't think it's for her. I don't think it's her future. أنا حدي مستانسة حق شيماء لأن هالحين قاعد تتدرب عند الطبيب البيطري وأنا أحس إنه هذا الشيء بيفيدها وأنا أعرف إن هي مستانسة الحين خلاص عارفة إيش أنا بتسوي حق مستقبلها. All this talking's got me so thirsty. You want something to drink? Yeah, I'd love a glass of water, please. Water? Sure. You gonna go get it for me? Yeah, why not? Sweet, thank you. زين مش رايلي الحين لازم بسرعة أطلع موبايله وأشوف إيش قاعد يصير. So yeah, this whole family thing, Majda. Yeah? I mean, do you have any ideas or? رايلي قاعد يدوخني. لازم أنا أفتش لين ما أكتشف الحقيقة عن كل الأشياء اللي أحس قاعد يخشها عني. You know, actually, I'm probably working late tonight, though. You're working late tonight? Yeah. Not too late. Actually, I had planned already to go see my sisters. Okay. I'm supposed to go see Fatma and Asma right now. Well, I'll think of some stuff. Yeah, just think of some things for our family thing. Is that okay? Yeah, shoot, I think I'm actually late. I think I gotta go right now. Right now? Yeah, I was supposed to maybe be leaving the house 15 minutes ago, but yeah, that's Habibi, it. I'll see you. Thank you for the water. I need to just grab my bag real quick and leave. I'll talk to you later. Devin, I'm thinking إن إحنا لازم مكان يكون very organized. أنا أحس أوكي نجيب الأغراض نجيب باش على one stop وهي على one stop. أنا أقول نخلي يعني the best products displayed اللي هو لازم يكون سانسلك. بس صراحة أنا think إيه أنا حتى هالأشياء خلي في الإنستغرام وأشياء إحنا we can use it كسيرفيس إذا واحدة تبي تغسل شعرها or whatever وإذا ولا حق يعني إذا بنستشعر شعرها whatever يعني نستخدم سانسلك products. لازم البنات يعرفون زين شنو المواد التجميلية اللي لازم يستخدمونها. ايه او ماي جاد اي كانت بليف شي ما سمعت كلامي وراحت انفايزة لان اي نو ذس از سمثينج ايه شي لايكس شي هي تحب ومو حد من ورا دونها راح يسوي روح يسوي مو شنو فاينل احس يعني تعرفين شنو هي ما دام هي قالت تحب شي معين تحب تسوي يعني ايفنت مانجمنت واشياء وكذي يعني خلاص يعني put her in that field مو في شيء ثاني تعرفين أنا قلت لها أنا always wanted event management أنا ساعدت شيماء أنا ما غصبتها وها فرق بيني وبين ماجدة أصلا شيماء تشو أنت تبيع lawyer تبي تصير دكتورة تبي تصير كل شيء تبي تصير مليون ألف شيء إيه you never know يعني السلام عليكم بيبي شفيك تبي واحد شنو مخفص شو عايش مخفص ما جيت ما نعرف اي موضوع نفتحه ولا اي موضوع نسكه. اوكي فاطمه وين ملاك الشيماء؟ ملاك على تدرس وشيماء ما ادري. ما جيت قاعد تسال شيماء فاطمه جاوبيها انا ما اعرف شلون اكذب. شخبارك شلونك؟
اوكي الحمد لله الخوات كلهم طيبين تمام. حاجتني فاطمه قالت لي انت تحبين تكون تدرسين في الايفنت مانجمنت. احب تنظيم المناسبات وابي اتعلم هالشيء. بحرين I never heard of event management حتى like okay. It's something new like I want to do something حد يونيك في بحرين okay. Like something ما حد like has this job ever. هالفرصة حلوة حق خبرة جديدة اتعلمها وحدي مستانسة. عندنا ايفنت راح يصير حق البحريني ديزاينرز anything related حق الفيرنيتشر like cushions, tables, sofas, whatever. ف I need people to help me على اساس اتصل. I'm gonna help you. Exactly. Okay. I need a lot of people. وايد متحمسة للمشروع وابي اكون جزء منه. Not only like Fatma supporting me but like even Yulena Majd اختي you know her and she doesn't like this stuff at okay. all ما تحبها like she did, yeah. She's very controlling. I don't know why. فإن شاء الله she sees this. لا لا إن شاء الله she will like it definitely. إن شاء الله بتحبه لأن it's very nice. كل اللي أقوله الحين شكرا فاطمة. ماجد أختي she wants me to be a veterinarian. I don't know. I feel like that's such like a stupid job for me. It doesn't حد at all doesn't suit me. Even though like I love animals. شغل الحيوانات والاعتناء فيها ما يناسبني. بس هالشغل أعرف أنا بكون مبدعة فيه. أساس تكونين معاي وننظم كامل okay, الموضوع الإيفنت yeah. وإن شاء الله يكون إيفنت ناجح. هاي بعد good experience for you. Don't treat me special. Exactly. لا, exactly. لا لا. Okay. أبيك تكونين هنا و you run away, run إيه. here and there. شيء ما كم إيه. here, شيء ما go the there. The tough work. Tough okay. work. بعطيك التف كله. إيه. أعرف إن هالشغل متعب بس حدها ممتع وأنا قدها. I'll be waiting for you في ذاك اليوم من 9 إلى 9 مو تنسي. شلون أنسى؟ مستحيل. فرصة حلوة وأبي أجربها. اولا شلونكم قبل ما اعطيكم يعني اخبار ماساويه وعد انت تقولي شلون احنا شحالنا يعني نورمال انت اللي يو كيم ان كذي قولي كنت قاعده اصح في السياره واي انا خلاص تاكدت ان ريلي قاعد يكذب علي زين شنو صبتي لازم نعرف رصيد شنو عشاء لشخصين وهو يقول لي انه كان بروحه هذي كذب ولا مو كذب؟ أنا أحس إن there is something. أنا أحس there is something. It's too much في وايد أشياء. المطعم نفسه في هوتيل ولا هوتيل ثاني ولا برا؟ ما أدري. لازم نشيك. ماثيو قاعد يكذب على ماجده سواء صدق كان ويا واحدة ولا لا هاي مو مقبول. الحين بنبتدي في التحقيقات. أنا لازم أتجسس على رأيي. أنا بتجسس عليه. أنزين. بتجسس أنا بكون موجودة نفس المكان بالغلط. لا تخافين يا ماجدة اصلا ماثي ما بيحس ان احنا قاعد نتجسس عليه انت من صدقكم الحين بتروحون الليله تتجسسون شوفي احنا بنكون برا شغلنا طين اذا راح yeah. اذا راح رجع البيت رجع البيت اذا راح مكان ثاني بنلحقه وبنشوف ايش قاعد يصير ومع مين وبجيب انفورميشن بنتصل فيك انت لا ما في طول يعني لان ما بي هو لا يعني يقوم يستحمق علي لأنه هو ردي وأنا قاعد أسوي بالتحقيق معه في البيت وإذا لو حاس إن أنتوا رايحين يعني ما بقول حاس إن أنا أصلاً ليش حسستك إنه هو قاعد يسوي أشي من وراء ظهرك خواتي قاعد يتكلمون بسالفة بطريقة وايد باردة ما يعرفون إن هذا شيء وايد عود I really don't know if I want to know or not يمكن أحسن لي ما أعرف ماشي انت بلا عشان احنا بنروح بنعرف انت بتعوري ناس اوه قايخوني مو قايخوني الحين ما طلعش الانسر اوكي اصعب شعور في الدنيا ان الزوجه تحس ان زوجها قاعد يخونها يلا ما تبين فروت سالاد طرشوا لي مسجات ما قلتي ما اعطيتيني كومنت على الفروت سالاد انا لازم مثل ما قلتي ارجع حق عيالي احسن لي لازم نجسس على ماثيو ونشوف شنو قاعد يخش سنه صوره مع بنت ايه هو مو بنت يعني ما في شيء موجه شو بريك داج ريكس احنا اليوم راح نبتدي الخطه التجسسيه على ماثيو وبنقول كل شيء حق ماجده هم قاعد يطالع بس رفيجه قاعد يطالع دي خلينا ناخذ صوره انا وماجده دقيقه مشكله اذا سويت كذي اشكره تليفونك عصوب كيف خير الكبر كم شالت الكبر كيفك؟ دقيقة مو قادرة أمسك نفسي من الضحك فاطمة شكلها غريب ترى هذه صديقة مو قاعدة طالعة لا صديقة روحي 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 روحي
فاطمة فضحتينا، حين ما في بعرفك من حركاتك. لازم نعرف شنو ماثيو يتكلم عنه بالضبط يا رفيجة، مو بس نشوفه من بعيد. بيبي بيبي شلون؟ ايش عايزه انت قاعد تشوفين؟ بيبي بيبي ماشي 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 ماشي. ومثل ما توقعت ظنوا الموجة ما طلعت في محلها. احنا قاعدين في المطعم هني نينو و ريلتش كان هني ويا واحد، ما كان مع البنت لا تخافين، يعني ما كان ويا واحدة، ما كان ويا واحدة، ما كان ويا واحدة بس ماجدة، يعني أنا قلت حق ماجدة، قصدي قلت حق فاطمة. لابسين باركو قولي لها. اسمعي اسمعي فاطمة سويت نزعم تحبين The Walk ونشوف عشان إذا طالع ولا لا. تشاو ماجدة استانست بتجسس وتبينا نكمل المهمة للآخر. حلو كلامها. شيش ماجدة he didn't know it was us. أنت زين شنو يعني you have nothing to worry about. هو ما قلت إن الليلة بيطلع مع أحد يتعشى، هو قال لي إنه في الشغل. مهما تقولون يا فاطمة وأسماء أنا ما قدر أقتنع، في أشياء وايد ثانية ريلي قاعد يقولها ويسويها وحركات في شيء. Do we need نغير الصبغ ولا لا؟ ماجدة ليش ليش دوم الناس؟ ماجدة فضحتينا، إيش فيك؟ حلو ماجدة كانت هنا شلون قالت لا أنا أحبه أنا أبيه. أنا ما أبغى تشوف من قاعد تشذب علي، أنت تعرفين شو أنا ما أعرفه؟ مو بأول واحدة تشذبين علي. فاطمة أسماء أنا أسماء لازم نروح نشيك على التفاصيل. إحنا من بدي كسمول بروجكت. بحرين I never heard of event management. Oh my god I can't believe شيء ما. تأكدت إن ريلي قاعد يتشذب علي. إيش هم أنتي قاعد تشوفين؟ نغير الصبغ ولا لا؟ أنا كنت أفكر في الموضوع، تعرفين إذا نخلي أكسسوريز، نقدر نخلي الأشياء اللي نرسلها نغير الليتات، أحس حتى اللايت بيكون الصبغ بيكون أوكي اللي هما لايت لازم نغير. صج وأخيرا صار عندنا محل. I'm so happy. أنت قلتي عادي تخيلوا ماجا كانت هني شلون قالت لا أنا أحبه أنا أبيه شو ما كانت رأي ماجا لو هي هني كان سيدة بتقول لا شنو ذي خلنا نبتدي خلنا لا ما شنو I can't. لا الحمد لله افتكينا منها ومن عور راسها. الشيء ما تعرفين وين هي الحين؟ تعرفين ولا لا؟ قلت لك تكلم فيها. I think صراحة هاي وايد أحسن من ال whatever that اللي تبي تسويه. يعني هي something that she likes. شيء هي تبي تسويه. الحمد لله أنا اتصلت في فايزة، يعني الأخت فايزة وقلت لها إيه بليز إن إذا عند حق الإيفنت هاي اللي بسويها الإيفنت هاي تعابير. أهم شيء أنا ما غصبتها، قلت لها شيء ما في شيء 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 شي بيصير تبين تسوين كذي إي إي بليز إنها شيء في هير كارير وإنه شيء أوف وعطيتها أوبشن وأنا ما قلت لها إن تمين هاي this is your career. أنا ما حبيتها بنفسجي. فاطمة تتكلم بمليون موضوع في الثانية. فاطمة ركزي. I want to ask them about outdoor furniture and and some artwork. Like I really like this. أنا زوجي رايحين المعرض المفروشات اليوم لأن في معرض حق المواهب البحرينية اللي تحب تسوي ديزاينات أثاث أشياء حلوة هاللون. هلا شيماء كانت من هنا مرة واحدة ما بتصدقون أشوف مين أشوف شيماء في محل المفروشات. شو قاعدة تسوي هني؟
اللي خفت منه صار وأعرف شنو بيصير هالحين. كنت شابين عليه تبين تقولين أنت في البيت إيش دخلك تين هني؟ ماجد تفش هني تدوم الناس. إيه أنا ما بفهش إيش قاعد نزل صوتي إيش قاعد تسوين هني I don't understand. كي ماجد this veterinary or whatever this is حلمك أنت مو حلمي أنا ماجد I want to give it a shot to be an event. That's fine you tell me أبد أنا رتبت لك تروحين هنا بتفشين شلون طلعتي شرت من هنا بنطيتي هني I don't understand what's going on. I went there once رحت هناك. ماجد شغلة البيطري ما حبيتها يصير تفتكين عني؟ هاي ليش شذبتي علي طرشتش مسج تقولين لي are you enjoying it تقولي لي yes ماجد بليز ممكن يعني like I'm the first one هاي شذب عليك مو بأول واحدة تشذبين علي؟ إيش خاصتش؟ من بعدك قاعد تشذب علي؟ أنا ما بتشوف من قاعد تشذب علي أنت تعرفين شو أنا ما أعرفه؟ فاطمة واسمه بس أوكي happy شنو فاطمة اسمه قاعد تشذبون لي علي؟ ولا شو nothing okay كنت عارفة إني راح يصير كذي بس شنو أسوي هالطريقة الوحيدة نفتك منها. قولي لي كان تشذبون عن شنو؟ من بلاش like shop you like you suffer the business. إيه. أما أحيي منك. What are they doing there? I think so بيفتحون البزنس هناك. أنا اليوم كنت مستأنسة طالعة بستأنس do something. هم ورا هم. أنتي؟ ماشي. I don't want to be a veterinarian. خاطري جرب how it is to be an event planner. I told you the truth. ماشي. I told you the truth. And you don't accept the truth. Maybe this is why people lie to you. ما علي. Fine. No problem. Are they there right now? قولي لي. ماشي. فضحتينا. شفيتش. I have to go. You should start to make a big deal out of this. No, I'm sorry. I have to go. I'm disappointed in her. Okay, hi. آخر مرة لك تقول لي anything. How much time? By the way, last time, huh? I'll take you there. No, please stay here. I'm fed up with everyone lying to me. Me stay here. Yes. ما بعرف إيش أسوي الحين ولا شنو أفكر فيه. أسماء وفاطمة راحين يشتغلون شيء ويسوونه من ورا ظهري. thinking نغير شويه the color of the background يعني هذا الوال ونخلي custom made وديزاين كبير شوف الطوفش كبر شلون نخلي كل big wood كل ديزاين كذي يعني we do تبين wall paper لا 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 wood انا اسماء ما راح نختلف على الديكور ان شاء الله انا مو ناس ماجدة the thing is حتى حق الارضيه I think اذا بنحط احس ان لوني بكاربت وايد حلو كلاسي ولا نغير القاشي أذواقنا بنختلف أنا وفاطمة بس في النهاية النتيجة لازم نختار شيء إحنا الاثنين نحب أحس تعرفين أنا always I believe in everything happens for a reason أحس إن حتى إذا ما جت سوى شيء بس focus على her cookbook الحمد لله إن إحنا هالشيء زين لأنها بالعكس أنا proud of her وإن شاء الله هي تكون نفس الشيء ويانا بعد وإحنا proceed وإحنا وصلنا لهالمرحلة because of her أصلاً لأن هي نزلت عن هالشيء you know نشكر ماجد على جهودها ومساعدتها في البزنس في البداية بس شكراً ونتمنى الأحسن حق البزنس مالت وتعرفين شنو احس everybody's in a good mood لان اولا نحن ماجد اتوقع ماجد بين شوي happy لو تعرف الحين قاعد تسوي الشيء تعرفين هو تعرفين شنو احس لو هي كانت مكان يعني لو صار احس هي يعني بتحس فينا شوي بتقول اوكي لان she's in a good mood لان الحين ما عنده وايد مشاكل مع ماثيو عقب ما اتصل انه هو اي مع واحد زين وكل شيء تعرفين احس بالعكس الحين كل شيء good بالعكس ام حدي 100% sure ان كل شيء بيكون اوكي ان شاء الله وهي she's gonna love this أنا مستانسة حق ماجدة بموضوع her cookbook وهي بعد مفروض تكون بعد مستانسة حق our business. Wait, let me show you around. Okay, since I'm here, I'm helping planning this. Anyways, why do you think she went really like extreme? It's not like it's anything new. By the way. So this is like the event of like the Bahraini artists and stuff. ماجدة مجنونة. وأتوقع أسوي أي شيء الحين. But you told her that before she. I told her for a lot, like way back before she even suggested, like for me to do that. I mean, even when she suggested it to you now, I mean, you should have just said, look, I don't want to do it. I told her I didn't like. I'm never gonna enjoy doing that. I'm gonna be like miserable. شنو أسوي يعني؟ الشغل البيطري مو طموحي. ليش صعب تفهمين ماجدة؟ أخ, I don't know. It was like stupid of me even like telling her about Fatma and Asma, because now. I don't even know about that. No, because now there's gonna be more problems for me, not even her, yeah, but for me. No, I hear you, but now like, now that ball is rolling, and now like, all the sisters are lying to each other. Matthew, صدقني, إش كثر ما حاولت مع ماجدة. بيكون على الفاضي ما بتقتنع. I mean, they're all lying to no her. No one even can go to her and tell her the truth. We can't. We're not even comfortable telling her anything.
because she's gonna shoot us down. It's like, no, 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 this. Everything has to go her way. أنا ما أحب أتشذب وخصوصاً على خواتي بس ماجدة قالت خليني أتشذب عليها. This is good. I mean, if is this what you want to do? Maybe it's not even what I'm you not even 100% do. Sure. I'm okay, just fine, trying just it, try out. It out. That's good. من حقي أجرب الشغل اللي أنا أبيه. هذا الـ VIP room و this is a very nice view. لازم نسوي شيء واو كما قلتي. نسوي ستارة هني ونحط لك أشياء ويكون تفي comfort zone. كل شيء luxury كل شيء واو. أوكي أوكي الـ VIP room راح تكون أحسن مكان في المحل. تعرفين شنو صدق إنها بيكون VIP room بس أبينا صورة العائلة. شيء عود كذي. تعرفين. This is showing. أسماء. ماجدة هني وصوتها يخرع. Somebody leaked information. يلا. أنا قلت لهم إن ما يقولون تبي تسوون حاجة خلاص نسوي فيك أي شيء. عارفين أنت شو تسوون حاجة. ما أعرف شو ماجدة تعرف على الموقع أكيد شيء ما قالت لها. Oh my God! حسيت تروحي Hunger Games. ها ماجدة. هاي. قاعدين مستانسين. اختاريتوا محل ولا كنا أحد وياكم. شو ما قالت لي كل شيء. أنتي سويتي شيء من وراء ظهرنا وإحنا شنو سويت من وراء ظهركم؟ الكوك بوك. شفيت؟ نسيتي؟ واضح أن فاطمة لعبة براس أسماء. ما شاء الله عليك فاطمة. برافو. انت يا اسماء. بس عندي فنش ماي هذه. كلش ما توقعت هالشيء منك. انت لا 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 تحس انا سفلة العائلة. شنو قصدك ماجدة ما توقعتي هالشيء مني؟ من يوم ورايح توقعي اكثر من هاي. اذا انا بسوي شيء بسويه. اكزاكتلي. انت اللي قلتي له اسماء فاملي بزنس دو توجذر قلت اوكي هديت اللي كنت بسويه. ليش انتوا للفاملي؟ الحين عقب تقطينا على صوب تسوي لي اونكوك باك؟ اوكي احنا سو وير دوينغ اور اون ثينغ وين وصلنا شوفوا وين وصلنا بدونك ما صدق خواتي انا يخونوني انا اي دونت كير انت تعرفين انا شو قاعد امر فيه الحين كل الناس تشذب علي رايني تشذب علي الحين انتم تشذبون علي عندك خلل عندك خلل احنا ما قلنا ما بنسوي واخر شيء سوينا احنا ما قطينا احد في صوب انت اللي قطيتينا ولعلمك زوجتك يعني ايش فيك انت ما قاعد يخون ماجدة بس تقل الثقه في نفسك ماثي ما قاعد يخونك اوف ماجدة انا سالتك في الدينر انت يعني الفوكس مالك وين انت كامل على الكوك باك خلاص ما تبين نسوي شيء ثاني قلتي اي ما كنت مركزه ما كان قصدي ماجدة مو من حقك تهاجمينا كل شخص يمر بطريق والله وافقه انزل الله يوفقكم ان شاء الله في محلكم الجديد انت بعد انزين كيفك ماجدة انت شوفي ايش قاعد تسوين لا 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 ما تسوي الله يوفقكم ما بكون معاكم نو بروبلم مع السلامه ماجدة الله يوفقك في البزنس مالك What do you know about getting a visa to Saudi? Visa to Saudi? ليش تحتاج فيزا للسعوديه؟ عندي شيء رويكم What? Oh my god, are you serious? قاعدة احكي ريني مره واحده يجي لي التليفون شيل التليفون شلت التليفون اتصلت بنية ماجدة لازم تعرفين مين قاعد تصل لماثي بأي طريقة اقرأي I'll wait for you to finalize things your side Look, daddy's doing some stuff, alright? And it's gonna be good for the family حركة ماثي صراحة is way beyond any behavior انزين قلت انا قاعدة احاكي ماجدة بس بنفس الوقت في لبنان وقاعد استانس يا اسماء اهلا وسهلا ببيروت فاطمة عندك انت مشكلتين حقيقة بالدقن ما عندك حق يا فاطمة ما شفت مالك اسوأ مراحل حياتي الزوجية I hope you like it, it's nothing too big